موضوع أمير الغناء العربي هاني شاكر، لما يبقى في خبر استقالة هاني شاكر من نقابة الموسيقيين، وهذه الاستقالة بما فيها من بيان بيتكلم فيه الفنان الكبير هاني شاكر بألم شديد عن حالة الصمت والسكوت أمام التطاول والانحطاط والنيل منه ومن تاريخه ومن أسرته. أنا الحقيقة اندهشت، أنا اعتقدت أن كل الموسيقيين سيتعاملون مع هاني شاكر على أنه كنز يا جماعة لازم نحافظ عليه، ونحافظ عليه بكل ما أوتينا من قوة، ونعفيه من السقوط في هذا الألم وفي هذا الإحباط. لأنه لما يتصدر اسم هاني شاكر نقابة الموسيقيين فالحقيقة ده يعني يخدم الفن ويخدم كل قضايا كل مشاكل وأزمات العاملين في الموسيقى، على اعتبار أنه هاني شاكر بما له من قيمة ومكانة، لا هتلاقوا انه كل مسؤول كمان هيقدم الخدمات للنقابة هيعتز باسم هاني شاكر. وبخلاف كده يعني، هو احنا عندنا كام هاني شاكر حتى ندخله في صراعات وصدامات بالشكل ده؟ ما هو كان ممكن يريح دماغه خالص ويقول هو انا مالي ومال الصراعات النقابية والحسابات الانتخابية والمصالح والكعكات والصفقات التي تعقد، هو أنا مالي ومال كل ده؟ ما أنا أتفرغ لفني ولما أقدمه. لكن هاني شاكر كان لديه مشروع طموح يتعلق بأنه إزاي أولا يحل مشاكل كل العاملين في الموسيقى، ثانيا أنه كمان يرتقي بهذه المهنة اللي هي رسالة، اللي هي تهذب وجدان الأمم. ولو عاوز تشوف تطور الأمم شوف تطور الموسيقى فيها إزاي. لكن أن نصل إلى حالة التدني في الصراعات والصدمات والنزاعات، وكمان ما نحافظش على اسم بقيمة هاني شاكر، فالحقيقة الصدمة هنا إنه كمان مش الاستقالة بس، إنه استقالة هاني شاكر تكون محفوفة بالكلام اللي أنا قلته لكم في البيان، حديث عن تطاول وانحطاط وسب لشخصه ولتاريخه ولأسرته، وكمان كلام عن خلافات وصراعات وصدمات. أنا أعتقد اللي عنده هاني شاكر يقول أنا عندي كنز هحافظ عليه، وهحاول إن أنا أنقى بهاني شاكر عن أي صراعات وصدمات نقابية وانتخابية. لكن من الواضح انه لعبة الصراعات النقابية في مصر، مش علشان بس البعض ما يعتقدش ان انا بتكلم عن نقابة الموسيقيين فقط، حتى عندنا في كل النقابات، يعني كل النقابات في ادوات للعبة، اللي داخل بمنطق بقى اصلها الرسالة زي هاني شاكر هيتعب. في ادوات للعبة وفي ادوات للصراع ولعقد الصفقات وللصدام. أعتقد بأنه مش الموسيقيين بس اللي هيخسروا، لا المجتمع كمان هيخسر، لأنه وجود هاني شاكر على قمة نقابة الموسيقيين ما بيخدمش الموسيقى فقط ولا يخدم الفن فقط، لا بيخدم المجتمع أيضا. هسأل الفنانة الكبيرة المطربة الكبيرة نادية مصطفى عضو مجلس النقابة. يا مدام نادية أهلا بيكي. أهلا بحضرتك يا أستاذ وائل، مساء الخير وعلى كل المشاهدين لحضرتك. مساء الخير مدام نادية. طبعا كمان لأن اسم نادية مصطفى مع حفظ الألقاب أيضا من الأسماء اللي يجب أن نحافظ عليها ونبعدها عن الصراعات والصدمات، فأنا حتى اخترت أن أبدأ بيكي. يعني ما الذي وضع هاني شاكر بقيمته في أتون الصراعات والصدمات وهذا التدني بهذا الشكل مما دفعه إلى الاستقالة؟ والله حضرتك يا أستاذ وائل لخصت الأزمة بشكل مبسط جدا
بتمنى ان الاستاذ هاني شاكر النهارده يكون قاعد سامع كلماتك دي، لان لازم هيعيد نظر في الكلمات اللي حضرتك قلتها دي، هي لخصت فعلا الموضوع كله. الصراع انا بشوف عن نفسي استقاله استاذ هاني النهارده من منصب النقيب خساره لكل اعضاء نقابه المهن الموسيقيه، سواء اذا كان عضو مقتدر او عضو محتاج، الارامل، اصحاب المعاشات، كل الناس اللي ليهم مشاكل. يعني اعتقد ان خساره عدم وجود هاني او استقالته النهارده. معلش انا برضو مع حفظ الالقاب، لان الاستاذ هاني شاكر هو عشره عمر، صديق واخ غالي، الناس كلها بتعلم هاني شاكر بالنسبه لي، فاحيانا اغلط واقول هاني فمحدش يتضايق من الكلمه دي. يعني لا ما فيش ما يعني ما بحجم المعزه، واحنا الحقيقه اكيد اكيد، وانا هو ده يعني معروف ان هاني شاكر اخويا. يعني انا مش بتكلم على انه قيمه وقامه ولا واجهه ولا الحاجات اللي مفروغ منها دي، وكل العالم العربي سواء جمهور او فنانين عارف قيمه الاستاذ هاني شاكر. انا بتكلم عليه هو كبني ادم كانسان. منصب النقيب ده بيحتاج فعلا بجد انسان بجد، مش يعني انسان يكون فيه كل المواصفات اللي موجود جوه هاني، حبه للخير، مساعده الغير، حتى لو ما كان يعني انا بعرفه من زمان جدا، انا بعرف ان هو بيحب يساعد الناس، وما بالك بقى زمايله اللي محتاجينه وتواجد في النقابه علشانهم. يعني بشوف كل الحب من هاني وكل ده. هو حتى في الحالات الانسانيه العاديه بلاقيه يعني حتى حاله كان معانا الطفل اسامه اللي من سينا، اللي كان صاحب عباره ماتت امي ومات معها كل شيء، اتصل بينا على الهواء وتأثر بدموع هذا الطفل اللي فقد الأم هو ده وفقد هاني. الأب وعنده كل هذه هو المشاعر، ده هاني. وأعلن التبرع له. يعني القلب الكبير والأب كمان والأخ، الكل اللي موجودين في الوسط الفني، أنا واحدة منهم، أنا بعتز جدا بصداقته وأخوته العمر ده كله. فأنا برجع وبقول تاني برضو، هو بحبه ده خلى يعني كل اللي موجودين في النقابه من عمال وموظفين وحتى مجلس الاداره، الكل بيشتغل بقلب بجد، عايزه ينجح في دورته بجد. فمش قادره اقول لك، كل واحد في مكانه بيعمل اللي عليه وزياده، وفي انجازات كتير جدا انا مش عارفه ازاي الناس مش فاهم مش شايفاها او مش سامعاها، او مش عايزه اقول كل الناس، لان هم، وبرده مش عايزه اقول قله عشان حته قله دي بتضايق بعض الناس. لكن شئنا ام ابينا، هاني شاكر في الفتره اللي قعدها دي عنده انجازات، وانجازات واضحه جدا، وكنا هنعلن الحاجات دي كلها في الجمعيه العموميه، كان المفروض شهر 3، وكنا هنعمل هنعقد جمعيه عموميه، والناس هيشوفوا الايرادات اللي دخلت والودائع اللي اتحطت واللي جمدناها والمستشفيات اللي تعاقدنا معاها ومعامل التحاليل ومراكز الاشعه والاراضي اللي استعدناها. حضرتك انا كرئيس لجنه اسكان النهارده مش قادره اقول لك، لما جيت اتعامل مع الموقف بتاع ملف الاسكان ده، الارض مسحوبه بتاعت الاسكان، وطبعا الناس ما كانوش يعرفوا، واعضاء النقابه اللي واخدين الشقق ما كانوش يعرفوا، مش عايزه اقول لهم خايفه من انهم يتصدموا، وفضلنا ان احنا نقابل وكل ده ميراث سابق يعني. بالظبط بالظبط، قابلنا سياده وزير الاسكان وكتر الف خيره سهل لنا، ورجعت الارض تاني، ارض النادي بتاع 6 اكتوبر كانت مسحوبه، ارض الاقصر كانت مسحوبه، كل الاراضي دي رجعت تاني للنقابه. ف يعني فعلا الاستاذ هاني شاكر ما بيقعدش، الاستاذ هاني شاكر طول الوقت يعني مره بيقابل محافظ، مره بيقابل مدير امن، كل ده علشان خاطر عايزين برضه طب ما دام نادي يعني انا يعني كيف لم نتمكن من حمايه، وانا دقيق في التعبير، يعني هاني شاكر من اتون هذه الصراعات والصدمات؟ انا تابعت نقابه الموسيقيين كثيرا في فترات سابقه، عهود سابقه، هي دايما مليئه بالصراعات والصدمات والمحاكم والإقسام وتبادل الاتهامات، واتهامات بتبدأ أحيانا بالاتهامات الجنسية الفجة للاتهامات المالية. يعني ليه كيف لم أتمكن من حماية هاني شاكر من أتون هذه الصراعات والصدمات بما له من قيمة ومكانة؟ يعني والله بصراحة أنا شايفة أن الحاجة الوحيدة اللي كانت ممكن تحميه أعضاء الجمعية العمومية، الناس الأكاديميين والمثقفين والمحترمين واللي بيخافوا على النقابة، يحافظوا على هاني ويقفوا جنبه ويساندوه ويرفضوا التطاول والإهانة لإنسان وفنان ونقيب محترم. إحنا ما صدقنا بقينا عندنا وجهة محترمة. فكان أنا بوجه نداء من خلال حضرتك يا أساتذة يا موسيقيين يا محترمين، بس قبل ما أنسى برضو كمان عشان أدي كل واحد حقه، أنا النهاردة جاتلي تليفونات مثلا دكتور إيناس عبد الدايم
وهي قامة كبيرة وقيمة محترمة جدا. اه طبعا طبعا، كلنا بنكن ليها كل التقدير والاحترام. كلمتني وقالت لي ازاي هاني ياخد قرار زي ده، كان لازم ان احنا يعني يقول مشكلته واحنا كلنا جنب منه واحنا كلنا معاه. الاستاذ هاني مهنا، الاستاذ حلمي بكري، الاستاذ محمد سلطان، كل القامات اللي موجوده في مصر والعالم العربي كله بيشهد لها بقيمتها وقامتها، رافضين التطاول ورافضين الاهانه دي. فانا بوجه من خلال حضرتك يا استاذ وائل من فضلك، بقول لهم يا اساتذه يا زمايلنا يا مثقفين يا محترمين، حافظوا على الواجهه المحترمه دي، احنا مش هيجي لنا حد تاني زي هاني. والله انا متضامن معاكي في توجيه رساله، مع انه انا يعني بحكم الـ 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 العلاقه شويه، حتى لو كانت يعني ايا كانت طبيعه هذه العلاقه، لكن كنت يعني من الناصحين لاسم بحجم هاني شاكر. انا عارف اتون الصراعات النقابيه، وعارف انه الفنان الحساس قوي ممكن يعني ما يعني لا يجيد ادوات اللعبه، يعني لانه مرهف الحس وحسن النيه، ويبدو انه المساله مش محتاجه ادوات تانية. يعني برضو عايزه اقول مسانده اخواتنا وزمايلنا اعضاء الجمعيه العموميه القامات اللي موجودين، اعتقد دي كانت تديله قوه وبوش قوي ان هو يقف قدام الاهانات والتطاول ده. حاجه تانية انا برضو كمان عايزه اوجه برضو نداء للاستاذ هاني، معلش انا بقول له يا حبيبي يا هاني ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا، انت اتوجدت في المكان ده بتكليف من ربنا سبحانه وتعالى، انت ربنا كلفك انك انت تخدم الناس دي. وفي حديث كمان بيقول يعني احب الناس الى الله انفعهم، ده تكليف وبرضو تكريم من ربنا سبحانه وتعالى. بس عايزاك تفكر في الحته دي بس، انت هاني يعني مش عارفه، مش انا ما شفتش اكبر ولا احن من قلبك، وانا متاكده ان قلبك ده هيساعد الدنيا كلها، وانا معاك وجنبك ووراك في اي حاجه انت هتختارها خير ليك، ولو اني من وجهه نظري انا شايفه ان كل الخير في خدمه الناس الغلابه دول. انا بشوف الغلابه دول لما بيبقوا محاوطين هاني، لما بيجي النقابه بيبقوا فرحانين بيه قد ايه، يعني العاملين اقل العاملين اللي موجودين في النقابه. النهارده في ناس بتكلمني بتعيط والله العظيم يا استاذ زياد، بيعيطوا ده حقيقي والله. وانا مش عارفه ليه فكره ان بيعيطوا دي ممكن تضايق ناس، يقول لك يعني مش عارفه ليه المشاعر بقينا نغفلها. حضرتك انا وانا على الويتنج وانا مستنيه انك تكلمني، بتتكلم في سلوكيات احنا فعلا بنفتقد ليها يا استاذ وائل. انا عايز الحب واللمسات الجميله واللي فيها اخلاق ورقي دي ترجع تاني، انا نفسي ترجع تاني. طبعا طبعا، والمشاعر دي يعني سيدة الموقف دائما ولا يجب التقليل منها والتهوين منها. يعني بلد عيونه دمعت وهو بيتكلم عن شهداء، يعني ليه الناس بتعيب عليه؟ فيها ايه لما انا اعيط وانا بتكلم بنادي بقول يا هاني ارجع تاني لمكانك ده الناس بتحبك، وانا واحده من الناس ما صدقت ان لقيت بقى واجهه ليا محترمه. ليه لما بقول لك على التعبير ما صدقت يعني يبقى ليا واجهه محترمه؟ كل طبعا نعمل مليون حساب لمشاعرنا، احنا بني ادمين، احنا بشر، احنا مش حجر. ايه اللي جرى لنا؟ عندك حق يا مدام ناديه، وانا واثق انه 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 يعني صوتك بما يحمل من مشاعر طيبة وصادقة سيصل إلى أمير الغناء العربي الفنان والمطرب الكبير هاني شاكر. ويا رب يا ريت يا أستاذ وائل تعمل معاه مداخلة، يا رب أتمنى إن يكون سمعنا ونسمع صوته ويتكلم ويقول رأيه. لازم يخرج برضه عن حالة الصمت اللي هو فيها دي، لأن أنا عارفة إن هو في ضغط نفسي غير طبيعي. الله يكون في عونه. إن شاء الله يعني هنحاول، لأنه كمان أنا هستخدم تعبير هاني شاكر ليس ملكا لنفسه يعني. وإذا كان في البعض يحاول أن يبعد هاني شاكر عن الساحة أو عن نقابة الموسيقيين، يجب أن نتضامن جميعا كل المعنيين وكل المحبين للفن وكل المدافعين عن الفن بكل أشكاله وبكل صوره، يجب أن ندافع عن هاني شاكر. وكمان نوجه له نفس الرسالة اللي حضرتك بتقوليها يا مدام نادية، انه يرجع فعلا لخدمة الناس، وعلشان يظل واجهة مشرفة للموسيقيين وللفن يا رب. شكرا لحضرتك ان شاء الله. انا بشكرك الف شكر.